مرحبا بكم من جديد. ذكركم اللي ضيفنا ظافر صغيري مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان. كان وجه له رياض جراد العديد من الأسئلة، لكن قبل ما ناخذ إجابته يتفاعل معنا مباشرة عبر الهاتف السيد إبراهيم بودربيلة رئيس مجلس نواب الشعب. مساء النور رئيس، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا الملاك، نحييك ونحيي كافة زملائك ونحيي سيد مقرر لجنة التشريع العام. وبالنسبة لسؤالكم حول المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية قبل الفترة الاستثنائية، هذيك نقولوا اللي أمر 22 سبتمبر 21 أسند الصلاحيات التشريعية إلى رئيس الجمهورية، ومن يوم 16 مارس 23 أحيلت الصلاحيات التشريعية إلى مجلس النواب، فحكم تلك المراسيم هي بمثابة القوانين، ليست المراسيم العطلة البرلمانية والتي تحتاج إلى البرلمان عندما يلتئم من جديد. وبالتالي فأنا مسألتي عطل النظر فيها إما تتم إما عبر مشاريع قوانين تقدمها الوظيفة التنفيذية، أو مقترحات قوانين يقدمها السادة النواب وأعدادهم لا يقل عن 10 مثل ما ذكرها زميلي يعني. وبالتالي فإن حكم تلك المغزى ترها السيد رئيس الجمهورية هي قوانين تبقى سارية المفعول إلى حين ربما تقديم مشاريع قوانين قصد تنقيحها أو مقترحات قوانين من السادة النواب لنفس الغرض. وشكرا لكم سيد العميد. بسيرش نستغل حضورك معنا، ماذا تستطيع أن تقول عن مخرجات اللقاء اللي جمعك بعميد المحامين حاتم زيو؟ اليوم يعني سعدت بلقاء أعضاء مجلس الهيئة، يعني مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اللي جاوا في زيارة يعني مجاملة وتهنئة، وكذلك لإعادة مشاكل أسرة المحاماة يعني، وعبروا عن تعدادهم للتفاعل الإيجابي مع مسار 25 جويلية ومع عمل مجلس النواب. وكانت يعني جلسة دامت حوالي يعني أكثر من ساعة ونصف، يعني تبادلنا من خلالها عدة آراء ومقترحات، و يعني أنهم سيقومون بتقديم يعني مقترحاتهم في خصوص القوانين التي سيقع استشارتهم فيها. وبالتالي نعتبر أن موقف مجلس الهيئة اليوم هو موقف بناء، ومن شأنه أن يعبر عن رؤية بناءة لمهنة المحاماة بالنسبة للشأن العام. سؤال أخير سيد رئيس مجلس نواب الشعب، كيف تفاعلتم مع طلب وزارة العدل برفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي؟ أنا بالذات مع الأسف الشديد يعني لم يقع احترام سرية عمل اللجنة، ونعلم أن النظام الداخلي يعني يقر أن كل أعمال اللجنة سرية، وما وقع التصريح به فيه مخالفة على النظام الداخلي. وعلى أي حال فإن طلب رفع الحصانة لا يعني بالضرورة وأن الشخص الذي سيمثل أمام القضاء هو مدان، بالعكس هو فرصة له لكي يثبت براءته، ولكن من الناحية الإجرائية لا يمكن تتبع أي ناب إلا إذا رفعت عنه الحصانة. وما يجب التأكيد عليه وأن اللجنة ستواصل النظر في هذه المسألة ثم تعرض على الجلسة العامة، والجلسة العامة هي التي يعني ستقرر إما رفع الحصانة أو رفض المطلب. وعلى أي حال في النهاية أن النواب وأعتقد وأن كلهم يعني هم مواطنون تواشي أمام القانون، لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، وبالعكس فمن مصلحة الناس أن في صورة ما إذا أثيرت ضده دعوة عمومية أن يثبت براءته أمام القضاء، ولأننا نريد في المستقبل أن يكون عمل المجلس التشريعي عمل يمتاز بالشفافية ويمتاز بالمصداقية، وبالتالي لا خوف من انه يعني يقع رفع الحسنة عن الناس، وان يدافع عن نفسها امام القضاء وان يثبت براءته. هذا موقف هنا اعتقد، وان هذه المساله هي مساله يعني مجرد مساله اجرائيه فقط.
يعني وحتى في صورة هذا المجلس بطبيعة الحال يعني اللجنة وثم بعد ذلك الجلسة العامة، حتى في صورة ما إذا رفعت الحصانة من ناحية الإجرائية لا تعني وأن رفع الحصانة هناك إدانة. شكرا لك إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، شكرا على المداخلة. نرجع لك سيد نائب ظافر صغيري مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان، يتحدث رياض منذ قليل عن هذه الثورة التشريعية، مثلا الفصل 96 من المجلة الجزائية، مسألة الرخص، الاقتصاد الريعي. يلا تفضل خليلك الإجابة. نحب نقول راهو اليوم الجلسة الأولى للبرلمان راهو نهار 13 مارس، معناها البرلمان اليوم راهو في نسق تصاعدي، البرلمان كمل هياكله في وقت قياسي، تكوين اللجان وتكوين الكتل وقبل هذا الكل النظام الداخلي كيف في وقت قياسي، واليوم نسق العمل في نسق تصاعدي واللجان بدات تخدم وبدات تتعرف على رواحها وبدينا نقدمه، راهو الترشحات كانت فردية. معناها انا اليوم في برنامجي تقريبا حكيت على هذا الكل وبرشا نواب كيفي، وما نجمنا احنا نقرب ونكونوا في نفس الكتله الا ما احنا نشبهوا لبعضنا وغدو مش نطرحوا نفس القوانين. فاليوم فقط بدينا باش ناخذوا حتى القاعات معناها نتاع الاجتماعات نتاعنا اللي في وسط المجلس. فنعتقد انه في الايام القادمه، مش ما نقولش في الاسابيع القادمه، اكيد انه فما مقترحات القوانين راهي على مستوى النوايا. راهي راهي هناك توجه على الاقل على مستوى النوايا والاراده احنا ذكرناها من قبلكم انتوما في انكم تطرحوا المسائل هذه. احنا ذكرنا الاولويات في لجنه التشريع العام حتى قبل ما تجينا القوانين، وذكرنا فيه ال 96 وبدينا بال 411، فحكينا الحقيقه في برشا حاجات. لكن اليوم راهو كيف نحكيو على محكمه دستوريه، راهو هذه اولويه وهذه حاجه اللي لازمها تكون موجوده باش ما تتعطلش الحياه السياسيه في البلاد. مثلا اليوم النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لازم يتعدى على المحكمه الدستوريه. اولويه ربما لذلك انتم سيد النائب، واولويه ربما للمؤسسه كمجلس نواب الشعب وللبلاد وكذا، لكن المواطن نحكي لك على المواطن العادي الحقيقي اللي في الجر وفي القرى واللي فهمتني زاد فقرا واللي واجه في غلاء الاسعار والمقدره الشرائيه المتهلهله وكذا، اليوم يخمم يقول لك ايه انا كمواطن باش تعملي في هذا السؤال. يجاوبك ونختم. معناتها المحكمه الدستوريه ما تتصورش انت توا مواطنين في القهوه يحكيوا على المحكمه الدستوريه، بصراحه معناتها على كامل احتراماتي لرايكم في هذا وهو سديد. ليه معاك انا، لكن انا قلت لك انا باش مؤسس البرلمان تخدم على روحها. اليوم مثلا او فما ندوات صايره والله فما قداش من فصل غير دستوري في النظام الداخلي وكل شيء، شكون انا باش يطلعوا لي انا استاذ قانون دستوري واحنا نقدروهم ونحبوهم اي ومن بعد. اليوم لازم بالحق البت، لانه انت تحكي على صوره البرلمان، ليه تبقى صوره البرلمان ناصعه وصوره البرلمان تقطع مع القديم واحنا ديجا قاطعين مع القديم؟ لازمني اليوم محكمه دستوريه تقول لي راهو نظامك الداخلي هذا نظام جيد وتنجم تخدم به. هذا ما ينفيش اللي احنا اولوياتنا في اللجان الكل، لانه يعني مش كان لجنه التشريع العامه عند التشريع، كل اللجان لجان تشريعيه. اليوم مش تلقى تشريعات في التربيه وفي الرياضه وفي الفلاحه وفي مجله المياه وفي مجله الصرف في مجله الاستثمار. في مجله الاستثمار اليوم نحكيو على الباي بال ونحكيو على البنك المركزي ونحكيو على عشرات الاف الشباب التونسي اليوم اللي واقف وما ينجمش يتحرك. اذا كان احنا ما نبدلوش التشريعات وكلمه ثوره تشريعيه هي كلمه صحيحه، اليوم البرلمان التونسي اذا كان ما يقومش بثوره تشريعيه توا وهذا الوقت وخرنا برشا. وانا نقول اللي في قادم الاسابيع وفي فتره الاولى نتاع البرلمان باش تراو برشا مشاريع قوانين جيده لصالح البلاد. شكرا لك ظافر صغيري مقرر لجنه التشريع العام بالبرلمان. بعد لحظات نحكي وفلاحه مع بيرم حماده عضو مجلس المركزي بالاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري والمكلف بمشروع تقرير لامن السليتي، ونستقبل ضيفنا. مؤخراً ملف الأعلاف المدعمة شهد تطورات جديدة إثر البيان الصادر عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. تزامن صدور هذا البيان مع لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي، هذا اللقاء اللي شدد فيه رئيس الجمهورية على أن لا تكون الأعلاف حكر على جهة معينة يمكن أن تتحكم في الأسعار، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات غير مقبولة على الإطلاق. ولوح الرئيس وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية بأنه إن لم يقع
فتح توزيع الأعلاف للجميع على قدم المساواة، فإن الدولة في ذلك الوقت مدعوة لأن تكون الجهة الوحيدة اللي تقوم بالتوريد والتوزيع العادل. من بين الاتهامات اللي واجهها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وهياكله المحلية والجهوية هي الفساد بخصوص إدارة ملف الأعلاف المدعمة. الاتهامات اللي اعتبرها نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغيدان مصدرها أطراف داخلية بالمنظمة لم تعد موجودة بالهياكل التنفيذية على المستوى الوطني بالاتحاد بعد المؤتمر الأخير، هذا بالإضافة إلى أطراف أخرى من خارج الاتحاد وسيتم تقديم قضايا فلب ضدها وفق تصريحه. البيان الصادر عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم 12 جوان هو بدوره اعتبر أن وقع ترويج أخبار زائفة وادعاءات مغرفة في محاولة لضربه وتحميله مسؤولية الفساد في قطاع الأعلاف. وأكد الاتحاد أن الإشكالية الأساسية هي النقص الكبير في الكميات المطبوعة على ذمة الفلاحين والتي لا تتجاوز في أحسن الحالات نسبة 55% من الحصص المخصصة لهم من طرف المطاحن، في حين يتم ترويج كميات أخرى في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عبر المسالك الموازية لا يعلم مصادرها على حد قوله. الأعلاف المدعمة من بين الملفات الشائكة اللي باش تبقى محل تجاوبات خاصة في ظل التطور اللي من الممكن أنه يشهدها في الأيام القادمة. مرحبا بكم من جديد، سعيدة باستقبال بيرم حمادة عضو المجلس المركزي للاتحاد بالاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري. مساء النور. عايشك، مرحبا بكم وبارك الله فيكم على الاستضافة ومرحبا بكل مشاهدي قناة 9. شكرا على قبول الدعوة. باش نبدأ بجديد لأنه المدة الأخرانية وين نحكيو على اتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري تطفو مسألة الأعلاف وهذه التهم بالفساد في قطاع الأعلاف في مسألة توزيعها. منين نبدأ معك بيرم حمادة لتوضيح ما يحصل للرأي العام؟ باهي، موضوع الأعلاف خلينا نوضحوه، موضوع شائك جدا. النقص زاد عنده تأثير باش ما ننكروش الشيء هذا، ولكن إذا كان باش نقولوا ما فماش فساد في توزيع الأعلاف هنا نغلطوا الرأي العام وحتى الفلاحة تعرف الشيء هذا. اليوم راهو إذا كان فما فساد باش يكون من جميع الأطراف، حتى الإدارة عندها إيد في موضوع الفساد، كيما نوعا ما فما من الاتحاد الفلاحين، فهمتني، إنه عنده تضارب مصالح في موضوع الأعلاف. هذايا ملف يزمو يتطرح على الطاولة. إيش معناه عنده تضارب مصالح؟ بالطبيعة وقت اللي إذا كان راهو إيش نقول لك، إحنا اليوم نشكلوا 240 رئيس اتحاد محلي. مش باش تلقاهم الكلهم انضاف، ولكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ماكش باش تلقاهم زاد الكلهم فاسدي. شو معناه؟ معناه إذا كان باش تلقى 10 15 20 عندهم تضارب مصالح موجودين، ما نجموش ننكروه الشيء هذا. اليوم إذا كان هو رئيس اتحاد محلي ويكون عنده نيابة متاع أعلاف أو نقطة بيع أعلاف، أو ولده عنده نقطة بيع أعلاف، أو مرته أو بنته أو 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 موجودة، هذا ما ننكروهش، ولكن زاد الإدارة تتحمل المسؤولية في الشيء هذا. أنت اليوم تعرف ذاك رئيس اتحاد محلي وتعرف نورمالمون اللقب وإحنا المعطيات موجودة، تونس صغيرة راه، فهمتني، تحمل مسؤوليتك زاد كإدارة. أما إذا كان أنت متوفي الضوء يعني تاكل معاه، هاو الشيء، هاو الوضع، هاو اللي يلزمو تحكيه. هذا فما وضعيات اكتشفتوها اليوم؟ أي موجودة الوضعيات وبين أيادي القضاء، وما زالت وضعيات أخرى باش تكتشف، وفما وضعيات اللي باش تتهدد حتى بالسجن. علاش ظهرت توا؟ أبو حاجة أخرى نعطيك حاجة، علاش توا بيرم حمادة؟ هاو حسب ما تحكي موجود وتضارب المصالح موجود، علاش طفيت توا بقوة وبشدة على السطح؟ والله موضوع الأعلاف جبده سيد رئيس الجمهورية وبدأ يطلع مع انتهاء المؤتمر الاتحاد التونسي في الحصة البحر. هذه الوضعية راهو الصراحة هي الكل راهو. لحظة، خليني بالله نوضح لك موضوع الأعلاف. لأنه مش نرجع اليوم راهو فما ناس في اتحاد الفلاحين راهو حتى هو رئيس الاتحاد المحلي هو في الاخر يصحح في الامضاء في القائمه الاخرانيه اللي هي باش تمشي للديوان ولا تمشي للجنه الجهويه، لازم يتحمل مسؤوليه. فما رؤساء اتحادات محليه راهو عن حسن نيه، فهمتني، انا واحد انا راني عضو مجلس مركزي وكنت مستشار سابق رئيس المنظمه، واليوم عندي نشغل خطه رئيس اتحاد محلي، فهمتني، وعندي شهر التالي عنده واحد نيابه متاع الاف
ما بديتلوش، حطيت له طلعت عليه وعدم الموافقه لعدم توزيع الاعلاف تبع القانون، وكلمتني المندوبيه علاش؟ وقت نلقاها السيد عامل كل شيء مريق، ميزمك تثبت. وقت اللي الكراسه اش تحط فيها؟ الاسم بتاع الفلاح، نمر بطاقه التعريف، والهاتف، وكميه الاعلاف، ويصحح. نلقى التصحيحات نتاع الكراسه كل 80% كوبي كولي. عيطت له قلت له انت على شكون تحكي؟ راهو رانا ولادي دار ونعرفوا، راهو البصمه والتصحيحه كيف كيف، راهي تصحيحتي مش كيما تصحيحتك، ومش كيما 10 تونسي التصحيحه نتاعهم كيف كيف، راهي تصحيحه الشيك موجوده يعني يعني نصحوا انا ما تصحوش انت سيريا. تفضل وهو عندي عندي جبت تفضل هاو كتبت له اطلعت عليه مع كل احتراس. اطلعت عليه توزيع غير مطابق للقانون، تفضل تصحيحتي وكتيبتي والتاريخ موجود. هذايا لما لا الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري، وقت اللي احنا متحملين مساله مراقبه توزيع الاعلاف، نعملوا فورماسيون للاتحادات المحليه. ما نسيبوهمش هكاك. مثلا هو يلزمنا فاش نفكروا. هاو الاتحاد يلزمه فاش يفكر. اليوم للاسف فما ناس مشات في الرجلين. فما ناس عندها تضارب مصالح، يلزمنا نفيقوا في موضوع توزيع الاعلاف، ملف كبير، ويلزمنا الناس الكل زاد، مش الاتحاد برك يتحمل مسؤوليه، الاداره تحمل مسؤوليه، والكلنا نتحملوا مسؤوليه في في ملف توزيع الاعلاف، النقص نتاع الاعلاف موجود وما ننكروش، انا بيدي كي تجيني القائمه نتاع مثال 40 50 طرناطه يلزمها تتوزع في معتمديه كذا، يجي كان كميون في الشهر ب 20 و30 طرناطه، يعني فما نقص نتاع 40 50%، هذاك زاد ياثر. شنعملوا القائمه فما عندنا 120 فلاح او 130 فلاح، نبداو من واحد توصل للعلفه تكمل ال 55 الرقم 55 او 56 نوقف، الشهر الجاي نبداو من 57 ونكملوا. هذا هو التوزيع اللي لازم يكون. وهذه فما ناس باش نبداو واضحين، نسبه كبيره من الاتحادات المحليه تعتمد فيها وقاعده تخدم امورها واضحه، ولكن فما نسبه معينه عندها تضارب مصالح، عندها سوء نيه، وفما اللي عند حسن نيه. وهذه كيفاش تتعاملوا معها؟ ملفاتها امام القضاء؟ ملفاتها امام القضاء، واليوم بصراحه المكتب التنفيذي ورئيس المنظمه هو اللي يلزم يتخذ المكلفين بالمواضيع. انا باش نرجع لك، لا باش قبل ما نعطيكم الكلمه، قلت كلمه هامه، اشرت اشاره برقيه لا محاله لمساله المؤتمر، لكن خلينا نرجع لك، خلينا نفهم منك شنو اللي صار، لانه المؤتمر ومخرجاته صار فيه جدل كبير، ويقال الى درجه انه يقال مؤتمر حقق فيه الاسلاميون نصرا في تركيبه المكتب التنفيذي للاتحاد، وهو ما احدث حاله من التململ داخل التركيبه الجديده، صحيح ام لا يا بيرم؟ صحيح، اما خلينا نشخص الموضوع، انا راني كل ملف نحب نشخصه. نبداو من فوق واحنا هابطين باش الناس الكل تفهم. ملف الاعلاف انا شخصناه، خلينا نشخصوا ملف المؤتمر. اليوم ما ننكروش انه فما مسار اصلاحي قدناه في ماي 2022 ضد عبد المجيد الزار وبعض اعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم امين المال عبد الكريم سليمان، وحسيله في المجلس المركزي اللي انعقد نتاع 18 ماي، سحبت ثقه من عبد المجيد الزار، من امين المال، من زوز اعضاء تابعين حركة النهضة ومقربين من عبد المجيد الزار. قلنا سيدي نحينا أربع أعضاء، خلي برا نكملوا اليوم هالعام هذايا استثنائي، حطينا سيد رئيس المنظمة سي نور الدين بن عياد، بدلنا أمين المال، الاتحاد تحسه في الإعلام بدأ يظهر، بدينا فما مناقشات مع السلطة، فما قرارات، فما أخذ ورد، فما حلول، فما اقتراحات. قلنا في المؤتمر نكملوا ننظفوا بيتنا ونرتبوا بيتنا من الداخل. صارت زوز ترشحات وجيت بحذاكم لهنا وقلتوا لي قداش من ترشح، وعطيتكم قلت لكم ابري فما ثلاثه اربع ترشحات، صارت زوز ترشحات اللي هو سي لرئاسه المنظمه السيد رئيس المنظمه سي نور الدين بن عياد، هو السيد انيس الخرباش، اللي الزوز ما نجموش ننكروا انهم هما اولاد المنظمه وابناء المنظمه من قديم، ونقابيين وابناء قطاعات، هذا في قطاع الصيد البحري، هذا في قطاع الخضر والزراعات الكبرى، ما نجموش ننكروه الشيء هذايا، وعندهم حق الترشح، وناس واحد عنده قرابه 30 سنه في المنظمه، وواحد عنده اكثر من 20 سنه في المنظمه، باش يطلع منهم مبروك عليه وصح عليه، وخلينا نمشيو للخدمه. ما رعنا بعد انتخابات رئيس المنظمه من المجلس المركزي، خاطر رئيس المنظمه ينتخب ديريكت من المجلس المركزي، ومن بعد المجلس المركزي ينتخب اعضاء المكتب التنفيذي. ما رعنا الصدمه الكبيره انه المكتب التنفيذي
يطلع نسبة 70-80% 18 أو 16 أو 17 العدد هاني قلت لك فما 70-80% من حركة النهضة وإئتلاف الكرامة وناس ليست لها بالقطاعات حتى شيء. المكلف بالأشجار المثمرة الدوسي كان عندي أنا وعند سيد آخر في المكتب التنفيذي بصفتي أنا مستشار السيد الآخر عضو مكتب تنفيذي وكان تناغم كبير في الأشجار المثمرة حتى كي نطلع بالإعلام نعطيه الأرقام ونقنعه ونوريه المشاكل وحتى الدولة تسمعنا. اليوم كان تستدعيوه السيد المكلف بالأشجار المثمرة ما ينجمش يعطيك حتى رقم. مشينا في الترضيات للأسف. أنا راني ننزه رئيس المنظمة سيد نور الدين راهو ولد قطاع وكذا. إيش نقول لك؟ خليني نبدا واضح عش خويا فهمني. اليوم نقول لك الطرح كبر عليه. حبينا ننظفوا. حبينا للأسف خليني نمثل أنا خليني نقول هذه قلتها بخلاصة خليني وسامحوني في الكلمة. حشاكم المرض الخبيث. حبينا عملنا عملية استئصالية في 18 ماي ولكن نجحت وقتيا. يرجع هجم المرض الخبيث استفحل بقوة. خليني يكون معك واضح. المؤتمر بجنب النزل تعمل فيه مؤتمر اتحاد فاحل الفلاحين كان فما قاعة عمليات عملتها حركة النهضة اكتشفناها وصار فيها المفاوضات بين سي نور الدين بن عياد وجماعة سي نور الدين بن عياد هو اللي جابك المرض. لا اسمعني اكتشفناها اخر يوم في المؤتمر. باهي سي باين خلوا وننفي لك انا انه ممكن اما راهو صعيب برشا انه فما تنسيق بين سيد نور الدين بن عياد والقاعة العمليات هذه. قاعة العمليات موجودة وما كانش واضح باهي وفاهم. لو نعطيك حاجة أخرى فما قاعة عمليات بجانب النزل وقاعة عمليات داخل النزل. هي واضح واضحين وتماخذ عليه معناتها كي تقول لي أنت لأنه صار اتفاق ما يروج يا سيدي باش ما نبداوش ما يروج أنه صار اتفاق بين ما المحسوبين على المسجد الزهر الموالين لحركة النهضة داخل اتحاد الفلاحين وبين نور الدين بن عياد فيما يخص معناها مفرزات المؤتمر. اكثر من هذا انا كنت نعطي وعلاش راهو هذايا خاطر تس تقول علاش كان فما ما تحدثنيش مالك سالتك قالت لك علاش ما تحدثنيش على موضوع الفساد في الاعلاف قبل لانه النهضه كانت تخدم به في الاطراح السياسيه. نكونوا واضحين واللي كانوا فما ضغط كبير ضغط على وزاره الفلاحه وعلى غيره باش الملف هذايا ما يتفش للسطح وعلى حتى وانا وطالب الدولة وطالب الدولة رئيس المنظمة السابق ملف الأعلاف نتاعو ديريكت هو عنده مسالك التوزيع الفلاحي وغيره وغيره نكون واضحين كان راهو قوي عصابة قوية لوبي قوي كان يتحكم خليني نكمل ونقول رئيس المنظمة السابق كان ياخذ في الباك ونتحمل مسؤوليتي من عند الناس المسيطرة على الأعلاف. نزيدك أكثر من هكا سي باير أنا ثم اليوم قرار والي سيدي بوزيد وإن شاء الله الدولة وكل الولايات ياخذوه اليوم خرجوا اتحاد فلاحين من موضوع الأعلاف. أنا أعطيك توا ها مراسلة مذكرة معناها سوالي بوزيد سيدي بوزيد ومشكور على القرار هذا خرج اتحاد الفلاحين المكتب الجهوي والمحل من موضوع التوزيع السداد ولكن مش باش يحل المشكل على الأقل ينقص الفساد والله لأن وقت اللي تاع المكتب العلي المكتب المحلي تاع العلي يتوقف أنا كنت نعتقد أن اتحاد الفلاحين وحده باش يمشي بادر بالطبيعة ما نحكيش عليك أنه 18 عضو باش يرفضوا الشيء هذا باش يبادر بانه يفتح تحقيق شامل وكامل في صفوف اتحاد الفلاحين باش يتثبت فيما طريقه توزيع مات العلاف والحصص وغيره وكذا نلقاهم هبط بايه يهدد فيه معناها في العكس اللي كنت نعتقد انه المنظمه باش تظف روحها بروحها. يا سيدي شكون هبط منك علاش صارت العقد على سيارات الاتحاد؟ لا خلينا قبل الرئيس الحقيقي ايمن بن زغدان هو الرئيس الحقيقي اتحاد الفلاحين نرضي بالعيد التصوير او يكون معك واضح الرئيس الفعلي لاتحاد فلاحين وهذا يقول راهو قالوا لي بس المصادر يتحمل مسؤولية الرئيس الفعلي هو ايمن بن زغدير وليس نرديب العيد معز بن زغدير يتحمل مسؤولية وهو نرديب العيد صوره شرفيه يتحمل فقط مسؤولية. لا ما نجموش نقولوا اتحاد فلاحين صوره ولكن معز بن زغدير اللي هو يتحمل مسؤوليته وانا قلت لك هو كيفاش يتحمل مسؤوليته ورئيس اتحاد فلاحين كي يهبط بين هو وين موقفه من هذا شبيه ما دعاش للتحقيق في الموضوع يعني كبر عليه ما كبرش هو من الاول كانت تعاملت خنزير اكثر من هكا العقله اللي صارت لكم من صندوق الضمان الاجتماعي على السيارات تاع اتحاد فلاحين 3 مليارات و3 مليارات ديون مع وزاره الماليه وقت اللي الدوله تعطي اتحاد فلاحين سنويا 5 مليارات هذا دون الحديث عن موارد اخرى من بين الخرافات الفلوس اللي تعملها حتى الدوله سؤال اخر نحب نطرحه فهمني فلوس من حتى الدوله هي من فلوس دافع الضريبه من دافع الشعب التونسي وين قاعده تمشي كيفاش توصل ديون اللي توصل فيها عقده هذا اليوم انت النتائج الشيء ما يطلعش في نهار وفي اثنين وفي ستة اشهر وفي شهر مازال خويا باش تفهمني علاش خويا خليني نجاوب اليوم نتائج المرحله عبد المجيد الزهر التسع سنوات هذوما قاعدين يطلعوا تو يا اخي 3 مليارات نتاع عام برك ولا نتاع شهرين برك خلينا نبداو واضحين علاش خويا
الراجل السيد كان عامل الاتحاد كما يقولوا فات مقميك الموزين. واضح إيه؟ عبد المجيد الزهر إيه؟ وعبد الكريم سليمان اللي هو ديجا مورط وامين مال معاه كيف كيف سليمان هذا اللي تم ايقافه تقريبا امين مال الاتحاد التونسي للفلاحه وصيد بحري في قضيه تبييض الاموال اللي فيها قياده اليوم 3 مليارات هذوما اللي تحكي عليهم ما همش بتاع العام هذايا بتاع سنين سي عبد المجيد مخليهم التركه متخلف مع اسمعني عندي احتراز كبير على المكتب التنفيذي اللي موجود الا ما رحم ربي فما عندنا اعضاء مكتب تنفيذي 7 أو 8 اعضاء مكتب تنفيذي ناس ابناء قطاع او 6 اعضاء مكتب تنفيذي ناس ابناء قطاع ولاد الاتحاد تعرف شنو ماذا اليها وماذا عليها الناس تدافع على قطاعاتها تعطيك الحلول يجي نقول له راهي منظمه الاتحاد التونسي الفلاحه والصيد البحري تحب ولا تكره مش كيما المنظمات الاخرى يلزمها تخدم مع الدوله اون باراليل مش ضد الدوله اليوم احنا شركاء في الامن القومي الغذائي اليوم يلزمنا نخدموا مع السلطه من واجبنا باش نخدموا مع السلطه من واجبنا باش نعطيو مشاكلنا ونعطيو الحلول اللي باش تخرج منها تونس في المشاكل القطاعيه الكل نتاع الانتاج الغذائي نتاع الانتاج الفلاحي نتاع التحويل نتاع الكل في الكل هذا واجبنا اليوم حكم النهضه خدموا مع السلطه تبعوا مع السلطه مش واحد ما لا هذاك اسمعني فما فرق بين انك تخدم مع السلطه لصالح تونس وانك تولي اسمعني يا خويا خليني نجاوب وانك تولي حزيب تابع حركة هون نعطيك حزيب تابع حركة هذاك عنا 9 سنوات كنا كان حزيب تابع حركة واضح ومعروفين فما عظام مركزية بخطيهم ناس تخدم وكذا فما عظام مكتنفيذي كيف كيف أما ولكن سيطرت حركة النهضة وذي النتائج اليوم قاعدين سمينا بجاه ربي لا اسمعني اسمعني خويا تسميات سمين. تسميات اليوم نصحوا في القضاء وانا مانيش ناقص لا لا هذا هو اللي يصير اليوم اسمعني مش معروف معروفين خويا رياض فلان الفلاني هذا هاي تصويرته هاو مع الغنوشي هاو مع موجودين خويا رياض كان قاعدة مؤسسة قوية قاعدة تخدم وتدافع على تونس هي المؤسسة الأمنية والعسكرية صحيح مؤسسة الأمنية عندها كل شيء وتعرف كل شيء سيد رئيس الجمهورية يعرف كل شيء سيد رئيس الحكومة تعرف كل شيء سيد وزير الفلاحة يعرف كل شيء حتى شيء ما هو مخبي اليوم قاعدين نناضلوا ضد هالناس هذية هذه ناس تستنى أول حاجة تهدد الأمن القومي الغذائي حبينا وكره فما ناس اليوم للأسف طلعت في أعضاء مكتب تنفيذي يعني كيما ديما نقول لك نستثني راهو فما عباد 6 أو 7 أشخاص أعضاء مكتب تنفيذي ناس تخدم قطاعات ولكن للأسف ما بيدهم حيلة 24 قدام 6 أو 7 أعضاء ما يعملوا حتى شيء يهدوا الأمن القومي الغذائي اليوم خليني نقولها ونتحمل المسؤوليه فما شكون في في المكتب التنفيذي يستنى في سقوط سيد رئيس الجمهوريه توجيه المنحه وقت اللي يطيح قيس سعيد توجيهنا المنحه الله الله اي برشا اليوم الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري مش هذا دوره مش الكلام اللي قاعد لا لا هذا موجود حمد. اليوم الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري مش هذا دوره اليوم انا بصراحه نطلب بكل لطف من سيد رئيس المنظمه إعادة ترتيب البيت من الداخل والقانون يسمح لنا شيء ذلك كيف بأي طريقة استنى مهدي خلينا نجمو نجمونا عندنا مجلس مركزي أعلى سلطة بين مؤتمرين نعيطوا له ونسحبوا الثقة من المكتب التنفيذي الحالي وإعادة انتخاب مكتب تنفيذي لمصلحة 500,000 فلاح ولمصلحة 400 موظف داخل الاتحاد ولمصلحة الدولة التونسية مروان تفضل في بالي المجلس المركزي هذايا هو نفسه اللي انتخب الرئيس وانتخب المجلس المكتب التنفيذي معناتها شنو اللي خليك لا لا نجمو شنو اللي خليك تعتبر انه نفس الشيء ما يتعاودش علاش ما يتعاودش نفس الشيء فلوس تعطات المؤتمر كل كان حاجه فلوس حطت تحت الباكو لتغيير الاصوات نجمو نصلحوا فما اعضاء مجلس مركزي ناس اولاد قطاع ال 140 او 330 عضو مجلس مركزي فيهم شرفاء فيهم اولاد قطاع فيهم فلاحه يطلعوا هما اعضاء مكتب تنفيذي لما لا يعاودوا ننتخبوا ونعاودوا شنو المشكله مصلحه المنظمه اليوم قبل كل شيء راهو قبل مصلحه الاشخاص ومصلحه الوطن تقتضي اليوم عندك منظمه يلزمها تخدم قلت لك اون باراليل مع الدوله وهذا واجبها مش مزيه خاطرها الشريك في الامن القومي الغذائي عايش خويا سي بايرم اولا وبكل صراحة هاي. بكل وضوح نحييك أولا على شجاعتك بارك الله فيك أنا نعرف أنه أنا في مسألة أنا ولد المنظمة وولد القطاعات ومعروف
وفلاح ابا عن جد وولد المنظمه ابا عن جد خويا ينجم حتى حد يشكك ومانيش باراشوتي بعد 2011 ان شاء الله ما يجمدوكش توا ولي عمل تصريح خارجي ان شاء الله ما يجمدوكش توا ولي عمل تصريح خارجي ولا يجمدوك على الكلمه هذه نقول لك انا وانت تعرف نعرف نعم الواد فيه حجر صغير وفيه رمل وفيه حجر كبير انا من الحجر الكبير صعيب شويه ورامي العروق وما يدوم في الواد وما يدوم في الواد كان حجر كي نبدا فلاح وولد قطاع وابا عن جد وتاريخي الحمد لله رب العالمين سواء انا ولا اللي كان قبلي من العائله ها ويحلوا الكتاب ويتفضلوا ما ينجم حتى حد يزعزعك ما تخافش اما كي تبدا باراشيتي بعد 2011 تولي رمل ماكش حجر سي بايرم كما قلنا انا نحييك على وطنيتك ونحييك على صدقك ووضوحك وشجاعتك في طرح ملف من ادق واخطر الملفات التي لا تؤرق اليوم الصادقين من امثالك في اتحاد الفلاحين فقط ولا الدولة التونسية ووزارة الفلاحة والتجارة والهياكل المختصة الرسمية فقط ولا الشعب التونسي فقط هذا راهو نحكيو على امن قومي غذائي معناتها نحكيو على قوت التوانسة صحيح باه كلامك انت اليوم على خطورته اللي تحكي فيه الا يؤكد ما كان يقوله السيد رئيس الجمهورية دائما وابدا ولليوم من انه فما مخططات وفما ترتيبات اجراميه لتجويع الناس وللعبث بمقدرات الناس وللعبث بقوت الناس اليوم كتقول لي انت راهو فما واحد من المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين اللي صعد معناتها في المؤتمر الاخير كان وعاوز صعد كان قبل وزاد رجع يقول استناه باش يطيح قيس سعيد وقال لي يمني النفس بسقوط معناتها قيس سعيد هذا راهو كلام خطير برشا ما ينجم كان ياكد رئيس الجمهوريه ياكد كلام رئيس الجمهوريه علاش خاطر كل ما يطلع رئيس الجمهوريه ويحكي على الاحتكار ويحكي على المضاربه ويحكي على الترتيبات الاجراميه ويحكي على المخططات اللي تقف وراءها جهات بعينها واساسا حزبيه واساسا حركه النهضه تهدف الى تجويع الشعب من اجل تاجيج الاوضاع الاجتماعيه ومن اجل خلق مناخات احتقان اجتماعي نشوفوا في صحكه ما تتحرك ماكينه اعلاميه والكترونيه وصفحات على الفيسبوك تحاول تفه وترز الكلام الرئيس يا شنو الرئيس كل مره يحكي لنا على الاحتكار والمخططات وهم يا اخوي هكا انت تحكي فيه اليوم بكل وضوح الكلام هذا اسمعني بالنسبه لموضوع الاحتكار موضوع كبير حتى نقول لك الاحتكار ما نجموش ننكروه موجود السيد رئيس الجمهوريه راهو عنده الحق في برشا حاجات خاصة في ملف الأعلاف بيدو فما احتكار فما احتكار في الأعلاف زوج ثلاثة من الناس ثلاثة من الناس شادين قطاع الأعلاف وهما يستوردوا هذايا قلتوا حتى قبل ولكن راهو قلة الإنتاج تولد لك الاحتكار اليوم يلزمنا نعالجوا موضوع الإنتاج وقت نلقى مناطق صقوية مسكرة من طرف وزارة الفلاحة والمندوبيات ما فماش ما داكوردو ولكن يلزمنا نلقاو الحلول اليوم 10 سنين خراب تعداو ما استثمرناش في مياه الري وما عملناش سدود وبحيرات جبليه وما مشيناش في تحليه مياه البحر كما اللي قال عليه المشاريع اللي قال عليها السيد رئيس الجمهوريه اليوم ملف المياه حطوا فوق الطاوله وقال الدوله تحمسوا ليا اعلى هرم في السلطه قال الدوله تحمسوا ليا خاطر كي حط الملف وشافوا عرف اش فما وما فماش عرف اللي فما 10 سنين ما تم شيء واليوم التغيرات المناخيه اللي قالت عليها العلماء 12 و15 سنه على البحر الابيض المتوسط وشمال افريقيا ما قريناهاش حساب انا اليوم السلبيات والنتائج نتاعها قاعدين ناكلوا فيها وقاعدين نشوفوا فيها هذه اسباب نتاع قلة انتاج تولد لك الاحتكار اليوم زاد فما بعض قرارات وزاره التجاره عمناول احنا انتجنا 240 الف طرناطه بطاطا جينا باش نخزنوا العباد خافت التخزين رانا نستهلكوا 30 الف في الشهر وراهو ال 240 الف ينتجوا في ذروه الانتاج اللي هما ماي وجوان يلزمنا رانا نعملوا ستوكاج التخزين التعديلي قرابة 100-120 ألف طرناطة يتخزنوا في الفريجوات ومجمع البطاطا في الجيل وهذوكم ناكلوا ماي وجوان ديريكت جويلية أوت مكل التخزين التقليدي اللي يخزنوا الفلاح ندخلوا في أوت وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر خمسة شهور في 30 ألف 130 ألف 120 ألف طرناطة ناكلوهم مكل المخزون الاستراتيجي اللي في الفريجوات اليوم وزارة التجارة عملت هكا ما خزنتش في الجيل وعملت قرار انه التخزين هذا هو احتكار الناس الكل خافت
صار؟ نسكوا الخزن التخزين التقليدي، جات السخانة الكبيرة، خمجت البطاطا كله فزدت وتلوحت. هذه قرار زاد غير صعب، يلزمنا نعالجوا الأمور منا ومنا. مهم. يلا. يلزم اليوم شنو هو دور المهنة؟ إني كي تقول لك هاو المهنة شو يلزم البطاطا يصير لها؟ وكيفاش تتخزن باش نلقاوها في الأشهر هذيا مع مراقبة المخازن. وإني المخازن يلزمها تخرج. من أوت تبدا تخرج في السلعه، ما تخليهاليش لاكتوبر ونوفمبر باش تبيعها ب 2000، لا لا، من أوت تبدا تخرج في الكميه على حسب الكميه اللي عندك. هذا دور وزاره التجاره، دور الاتحاد الفلاحي. باير محمد انتهى تقريبا الوقت، لكن خليني نسالك على اضاحي العيد. برشا المواطنين اليوم يقول لك اضاحي في ليست في المتناول، علاش العيد غالي برشا؟ شنو تنجم تقول لنا، متوفر مش متوفر؟ قداش الاسواق؟ خليني نعطيك 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 احنا 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 الاستهلاك نتاعنا من اضاحي العيد بين 1,500,000 و1,600,000. واليوم اللي موجود على ارض الواقع باش يكون بين 1,100,000 و1,200,000. يعني فما نقص نتاع 400,000 راس علوش. صحيح ماشي تم الالتجاء لعلوش. ما نصورش على خاطر ايش نقول لك، حتى الدوله كي باش تخرج البرقه برا باش ترقى الاسعار باهظه على خاطر الاعلاف. زاد الاعلاف البر راهي غاليه، واليوم دول الخليج هبطت لاسواق الاضاحي، يعني في من اسبانيا ومن بلايص اخرى بالضبط. وشريت العلوش اللي غلات العلوش حتى على مستوى العالمي، باش نبداو واضحين. واليوم احنا شكون يخليك العلوش غالي؟ ملف الاعلاف، الاعلاف غاليه، العلوش مش يغلى. ربي وانوني، انت حكيت على انه في موضوع العلف بيدو فما احتكار. هل ثلاثة وأربعة من الناس شادين ثلاثة من الناس شادين القطاع هذا؟ هل هذا وضع طبيعي وضع عادي؟ وضع غير طبيعي، وديوان الحبوب يزمو يتدخل. كيفاش؟ ايوه يولي هو يجيب الأعلاف مع الثلاثة هذوما. أنت بيع كيما تحب وأنا كديوان حبوب تو نبيع كيما نحب، وتو تصير كيف يقول الكونكيرونس، تو تصير الكونكيرونس. خلينا نعطيك حاجة أخرى، نعيط رؤوس الأموال، إيش؟ يلزمك تجيب السوجة وتجيب المايس. وعندك ربح كذا وكذا ونموله بالقروض وخلي يجيب وخليني نحن قدرة تنافسية في الأعلاف. رئيس الجمهورية مؤخرا يقول إذا كان ما يتمش فتح توزيع الأعلاف للجميع بقدم المساواة فإن الدولة في ذلك الوقت مدعوة لأن تكون الجهة الوحيدة التي تقوم بالتوريد والتوزيع العادل. تقريبا هذا الحل تم تقديمه. ما جاوبنيش قداش الأسعار؟ الأسعار اللي موجودة تو على أرض الواقع باش نبداو واضحين، من 600 ل 1500، من 600 دينار موجودة. قداش يوزن؟ 600 قداش يوزن؟ ما اسمحني ما ندخلش. مش المواطن هذاك اللي تبع تو. هو محطوط بين يظل في 17,800 للكيلو غرام حي. فهمتني؟ في الأرض في موجودة النقاط هذه راهو موجودة، ما تنجمش تززي النقاط هذه، الشعب التونسي غير نبداو واضحين. هذه نقاط عملتها لو تي دي وزارة الفلاحة، تاع التونسي الفلاحة والصيد البحري مع بعضنا، فهمتني؟ أنا نقول نهبطوا للاسواق ونشريو متشبعين وما نخليوش السمساره تاكلنا، خاطر راهو الفلاح ما يبيعش فيه بالطريقه هذيك، باش نبداو واضحين. الفلاح واش يحب؟ عنده 200 علوش السنه ينتجهم، يحب يبيعهم لزوز من الناس ولا ثلاثه من الناس يبيعهم ويتخلص وكاو، فهمتني؟ إيه الوسطاء موجودين، وهذا موجودين ما نجموش نحيوهم، ولكن لما لا وزاره التجاره ما تراقبش؟ نادى وزاره التجاره تراقب اسعار الاضاحي، ها يا سيدي نبعث ومعروف مراقب قداش هذا يا خويا كذا وكذا نوزنوا يطلع فوق ال 17,800 و18,000 يتحمس وليدو. ها كيفاش تجي الخدمه؟ تو تضرب واحد اثنين تو الناس الكل تضرب. والمواطن اش تقول له؟ كي يجي باش يشري كي يجي باش وين يتوجه؟ وين يمشي؟ يتوجه لنقاط البيع اللي ماهيش باش تززي باش نبداو واضحين، فهمتني؟ ولكن يشري ب يعني نتربصوا. واضح براسنا. شكرا لك، انتهى الوقت. ميرسي شكرا. شكرا بيرم حماده مهدي وفي الوقت. شكرا بيرم حماده عضو مجلس المركز الاتحادي للصيدليه مره اخرى، ولكن اللي قلته هام وهام جدا الليله في جميع المواضيع. ان شاء الله نهار ان شاء الله فرصه اخرى ان شاء الله بالشراكه مع الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري والاتحاد الاوروبي. خلينا نقولوا جانب ايجابي مشروع انتاج حقق نجاح كبير، وان شاء الله الزراعه تخرج تربه، خاصه يحقق ايكونومي دو 80% مقارنه بزراعه التربه، و70 80% ايكونومي دونغري لانسكتيسيد. النوع دوك تكون استضافه نحكي فيها على الموضوع هذا. ميرسي بوكو بيرم حماده، مروان مهدي، رياض، شكرا لكم، يعطيكم الصحه انتم على حسن المتابعه. احنا نتلقى غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت، الى اللقاء.